Thank you. السلام عليكم حلقة ثالثة عن الدكتور علي الوردي كتاب الأحلام بين العلم والعقيدة سبق وأن تكلمت بحلقتين سابقتين عن كتاب شخصية الفرد العراقي وكتاب وعاظ السلاطين حلقة اليوم عن كتاب الأحلام بين العلم والعقيدة اللي أحب أن أوهله بالبداية أن الدكتور علي الوردي يرى أن المسلمين هم أكثر ناس في العالم تأثرا واهتماما بالأحلام على عكس العالم الغربي كان يرى ان علماء الاجتماع في اوروبا في العالم الغربي لا يرون ان هناك صله وثيقه بين الاحلام وتاثيرها على الناس على العكس تماما مما يوجد في العالم الاسلامي. شخصيا اعرف شخص رجل كبير بالسن من كثره تعلقه بالاحلام يقيس الناس على ما يفعلوه بالاحلام فمثلا اذا حلم بشخص يسيء له بالاحلام هذا الشخص راح بالواقع يعتبر انسان سيء حتى وان كان انسان نبيل بالتصرف معه وبالعكس الى هذه الدرجه فيرى الدكتور علي الوردي انه العامل الديني هو من اهم الاسباب اللي جعلت المسلمين يهتمون بالاحلام والسبب ذلك يعود الى اصباغ هاله من القدسيه على بعض الاحلام من قبل الكثير من رجال الدين الى درجة انه يقولون ان الاحلام تنطق احيانا بالوحي او ما يسموه بعض الاحيان الرؤية الصالحة والناس العوام هنا المصيبة والكثير حتى من الاوساط الاجتماعية بل حتى الطبقة المثقفة والمتعلمة تجري وراء هذه التفسيرات الغير علمية والغير واقعية الى درجة تجعل لها اثر سيء في المجتمع بالكامل ويظهر مثل هذا الاعتقاد عندما يرى شخص الشخص الحالم او النائم يرى شخصيه الرسول محمد او احد الائمه او الصالحين في المنام ويقال له ان تلك رؤيه صالحه وبعض الاحاديث اللي ينقلها عن النبي او عن الائمه او الناس الصالحين تصبح احاديث يجب تطبيقها لانها لا تنطق عن الهوى يعني على سبيل المثال ليس فقط النبي يعني شخصيه تافهه مثل شخصيه الخليفه المتوكل على العكس من قاده الدوله العظماء مثل المنصور، الرشيد، المامون عظماء بمعنى يعني استطاعوا ان يديرون امبراطوريه بحنكه وبعقل وليس عداله اجتماعيه وغيرها هذا التافه المتوكل يعني التاريخ يذكر عنا أمور سيئة جدا أنه كان مدمن خمر وكان إنسان سيء وكان قاتل إلى آخره ولم يقم بأي منجز يعني يستحق فحلم أحد الأشخاص به بالمتوكل بعد وفاته وقال له المتوكل أن الله غفر لي كل ذنوبي بقليل من السنة أحييتها بالتالي اليوم ممكن تشاهد على معظم المنابر اذا طرق لهذا الموضوع راح يطرق انه المتوكل رضي الله عنه أه الله غفرنا له بقليل من السنه احياها، وشخصيا اتمنى ان اجد ما هي القليل من السنه التي احياها هذا الخليفه الفاسق الفاجر الى اخره. فيندفعون هؤلاء العوام اللي يسمعون هذا الكلام عن الرجل الحالم بالرسول او او احد الائمه فيقومون بترويج وتبشير ما قال به وكانه واقع او حقيقه اكثر من اليقظه. كثير من الاحلام يروج لها بمجتمعاتنا بان النبي بشر شخص الفلاني بانه في الجنه وانذر الشخص الاخر بانه بالنار، بشر الطائفه الفلانيه بان هي الطائفه الفرقه الناجيه والطائفه الاخرى او المعارضه لها كلهم في جهنم. فيندفعون العوام وراء هذه الاقاويل وراء هذه الاحلام بدون اي تحقيق، بدون اي عقل، وكانه هو حقيقي. القسم الاول من الكتاب الاحلام والعقيده. يتناول به الدكتور علي الوردي موضوع الاحلام من الناحيه الدينيه فيتعرض الى اهم الاحلام اللي كانت موجوده عند القدماء. يبدا مع الانسان البدائي. الانسان البدائي اصحاب التفكير البدائي بمجرد ان خرج الانسان من الكهف وبدا يسكن في مدن او غيرها. كان تفكيرهم البدائي يربطون بين الاحلام وبين عالم الالهه والشياطين. ففي الحضارات الاولى على سبيل المثال البابليين كان لهم اله خاص بالاحلام اسمه ماخر. نفس الامر موجود عند المصريين. وذكر الدكتور علي الوردي نظريتين اجتماعيتين تعزو كل منهما الاحلام الى أن الأحلام هي سبب في نشوء الدين لدى البدائيين نظرية سبنسر ونظرية أدلر سبنسر هربت سبنسر الفيلسوف الإنجليزي كان يعتبر أن البدائيين ما يفرقون بين النوم وبين الموت حتى قبل الحضارات البابلية والمصرية فكانوا على سبيل المثال إذا شخص حلم أنه زوجته فلانة من الناس وهي بالواقع مو زوجته ففي الصباح الباكر بعد ان يستيقظ يذهب الى بيتهم ويخبرها انه لماذا تركت بيته واطفاله اللي حلم بهم؟ الى هذه الدرجه لم يكن الانسان الاول البدائي يميز بين الاحلام وبين الواقع، فاذا شخص صفعه بالحلم ثاني يوم يقتص من عنده. يعتبرها حقيقة ليس لديه من الوعي الإنسان البدائي أن يميز بين الحلم وبين الواقع كيف عرفوا هذه الامور يعني عن الانسان قبل 7000 او 10000 عام الحقيقه انه في امريكا عندما ذهب المستوطن الاوروبي الى هناك كانوا السكان الاصليين ما يميزون بين الحلم وبين الحقيقه فهناك حادثه ظريفه انه احد الاشخاص المزارعين من السكان الاصليين حلم انه احد القساوس سرق من مزرعته يقطين. مع العلم انه المسافه جدا بعيده بين مكان المزرعه وبين الكنيسه اللي بها القس. ومع ذلك قطع مسافه طويله جدا ذهب الى القس ويخبره انه انت يا قس سرقت مني اليقطين، متى؟ امس. لكن المسافه طويله وتحتاج يومين او ثلاثه لم يقتنع. فعرفوا انه الانسان البدائي ما يميز بين الحلم وبين الواقع فكلاهما عندهم يعني حسب نظريه سبنسر اللي طرق لها بالحالتين يعني الحلم أنه تخرج الروح من بدن صاحبها ولكنها ترجع اليه بعد النوم. اما في الموت فتخرج الروح الى الابد. يرى سبنسر ان هاي العقيده البدائيه هي اللي ادت الى ظهور الاديان المختلفه فاذا مات احدهم راح يسرعون أقرباء وأهله إلى القيام بطقوس بتقديم قرابين إلى روحه بغية التضرع لها والتماس العون من عندها ومنها نشأت عبادة الأسلاف اللي هي أولى العبادات بين البشر أما نظرية إدلر فقد كانت ترى هذه النظرية أنه فكرة الروح نشأت عند الإنسان البدائي من ملاحظة نفسه في النوم عندما يرى نفسه وهو نائم فالرؤى العجيبة اللي شاهدها بنامه تعود الى تخيل وجود روح في بدنه ادى هذا الاعتقاد بان كل شيء في الدنيا له روح وبدن والعالم على هذا الاعتبار مملوء بعدد كبير من الارواح هي قادره ان تنفع الانسان وقادره على ان تضر الانسان. وبالتالي الالهه هي نخبه ممتازه من هاي الارواح اللي سمت على غيرها وصارت موضع خشية وموضع للعبادة هاي حسب نظرية أدلر يتحدث علي الوردي عن أرسطو أرسطو كانت نظرته مختلفة تماما لنظرية البدائيين حيث فاصلة بين الأحلام وبين عالم الآلهة أرسطو وتوصل أرسطو إلى أن الأحلام يمكن تعليلها تعليل مادي لا دخل للقوى الغيبية في هذه الأحلام وبذلك يكون ارسطو هو اول فيلسوف درس الاحلام دراسه فلسفيه بعيدا عن عالم الغيب وتدخل الالهه. يقول ارسطو ان معظم ان معظم الاحلام تنشا من مؤثرات حسيه فكثيرا ما يخالج الانسان شيء من الالم وشيء من اللذه اثناء يقظته ولكنه لا يهتم بهما لانشغاله بامور اخرى هي اهم في نظره. فإذا استسلم إلى النوم ظهر ذلك له في أحلامه وتنبه أرسطو إلى أن الميول والعواطف والأمزجة لها سبب كبير في تشكيل الأحلام فالمحب مؤكد أنه سيرى الشيء اللي يحبه في محبوبة مثلا والخائف أكيد سيرى أمور ترعبة تستوجب الخوف والجائع سيرى مائده فيها ما وطاب وهكذا يتحدث الدكتور علي الوردي عن الرؤيه الصادق الصادقه بالنسبه لارسطو ارسطو يعلل الرؤيه الصادقه اللي يحلم بها في المنام وتتحقق يحل يعللها بعوامل ماديه من ضمنها عامل الصدفه عامل الايحاء واللي هو معناه ان الانسان قد يحلم بوقوع حادث هذا الحادث يصبح بمثابة إيحاء لهذا الشخص اللي يحلم به ويبدأ يسيطر على عقله وربما يدفعه إلى تنفيذه فعندما يتحقق يتصور أنه أسباب أخرى أيضا نتحدث عن عامل الإحساس المضخم فهذا الإنسان يحلم أحيانا بمرض شخص أو موت يقعان على أحد الأشخاص أو عليه ويرد ذلك إحساسه باضطرابات موجودة بداخله اضطرابات عضوية أثناء النوم يحس بها أيضا لربما سبب الاهتمام الخاص فالإنسان عنده أقاربه وعنده أهل يهتم بهم أكثر من اللازم وقد يرى في المنام حادث يقع لهم من جراء خبرته بهم وخبرته بأحوالهم أثناء اليقظة فيستنتج أو ربما يستقرأ وجود حادث سيحدث ويحدث بالتالي يتحدث الدكتور علي الوردي عن آراء الرواقيين الرواقيين أيضا عندهم نظرية تختلف عن تفسير أرسطو لأنها تعطي بعد غيبي للأحلام ويقولون أن العقل لا دخل له في هذا الموضوع أبدا وهذه نظرة سنجدها موجودة عند المتصوفة الإسلاميين الرواقيين اعتبروا أن الرؤية الصادقة وحي إلهي قالوا بالتفصيل أن النفس البشرية تكون فريسة للأهواء البشرية فريسة للضغوطات النفسية أثناء اليقظة ولكن هذه النفس عند النوم تتحرر من الضغوطات تتحرر من الشهوات وتصبح بذلك مهيئة للتنبؤ والاستشفاف الغيب آراء الرواقيين مثل ما ذكرت هي آراء سنجدها عند الصوفيين اللي يعتبرون الأحلام أعلى مراحل تحرر العقل الانساني وبذلك سيقوى على التنبؤ واستشفاف الغيب. اما الاحلام عند المسلمين فينتقل علي الوردي الى الحديث عن المسلمين اللي يقدسون الاحلام ويعتبروها جزء لا يتجزا من الحقيقه الى هذه الدرجه باستثناء المعتزله. المعتزلة يرون أن الأحلام مجرد أضغاث أحلام ودليلهم أن الإدراك الصحيح لا يأتي إلا في اليقظة المعتزلة أنكروا حال أرسطو كل صلة إلهية بالأحلام وصفوها بأنه هي مجرد أضغاث أحلام لا أكثر ولا أقل واستدلوا مثل ما أن الإدراك الصحيح لا يأتي للإنسان إلا عند اليقظة حين يكون العقل في اشد عنفوانه وانه الادراك والنوم ضدان ضد لا يجتمعان وليس من الممكن ان يدرك العقل حقائق هذا الكون وهو نائم وعلى قدر الانتباه كل ما كان العقل منتبه سيكون الادراك هذا راي المعتزله اللي ذكره الدكتور علي الوردي اما اراء المتصوفه في نفس الاراء الرواقيه فكانوا يرون بان الاحلام جزء لا يتجزا من النبوه ويتجلى ذلك في الرؤيه الصادقه لتصدق. الغريب ان الغزالي يرى انه معرفه المنام اصدق من معرفه اليقظه الى هذه الدرجه. الصوفيه يعتقدون ان النوم يقظه واليقظه نوم ويقولون ان النفس البشريه مشغوله اثناء اليقظه بصور المحسوسات وهموم البدن واما في النوم فينجلي بصرها عن الغشاء وتحلق في السماء وتكون لديها معرفه طليقه لا يشغلها شاغل، وبذلك نعرف انه ارائهم بالضبط مطابقه لاراء الفلسفه الفلسفه الرواقيه. الحقيقه ان الدكتور علي الوردي يرى ان الاحلام اثرت تاثير بالغ على العالم الاسلامي بحيث اخذوا الناس بروايه الرسول محمد انطلاقا من الرؤية الصادقة وبنوا عليها أعمال بنوا عليها أفكار مقدسة بسبب أنه شخص من الناس أنه فلان من الناس أنه رجل دين من الناس رأى النبي أو أحد الأئمة أو أحد الرجال الصالحين في المنام وأخبره والحقيقة أن الورد ذكر عدة أمثلة عد عموم المسلمين المذاهب الإسلامية لهذه الآراء على سبيل المثال وهي موجودة في كتاب آخر أحد الأشخاص في في مدينة الكوفة في ثلاثينيات القرن الماضي بنى مرقد للسيدة فاطمة الزهراء وبدأوا الناس من كل محافظات العراق يزورون هذا المرقد ويتبركون به ويحملون إلى النذور انتشر هذا المرقد للسيدة فاطمة الزهراء بشكل جدا كبير وهناك رجل دين اسمه آه كاشف الغطاء معروف صاحب كتاب أصل الشيعة وأصولها استدعى هذا الشخص القيم أو القائم على هذا المرقد لفاطمة الزهراء في الكوفة وسأل سؤال قال له آه ما هذا المرقد قال هذا مرقد فاطمة الزهراء فسألة وأين مدفونة فاطمة الزهراء فقال له أن فاطمة الزهراء مدفونة في المدينة المنورة طيب ما الذي اتى بفاطمه الزهراء الى الكوفه؟ فقال انا رايت السيده فاطمه الزهراء في المنام واخبرتني انه هذا هو مرقدها هنا فاعمل لي مرقد هنا. فقال عباره لطيفه كاشف القطع قال يا رجل انت صاحي من اخذ باقوالك فكيف والتنائم اهدم المرقد. فيتحدث الدكتور علي الوردي انه الاحلام لعبت دور كبير بترسيخ كثير من الاعتقادات الخاطئه عند الناس مثل تقديس بعض الشخصيات وتقزيمها وحاليا نحن نشوف للاسف الشديد في العراق من الجنوب الى الشمال مراقد لا تعد ولا تحصى لموتها قبل خمسين سنه او قبل مئة سنه او 200 و300 سنه ويزورهم الاف الناس حتى من اجل ان يشفونهم من الامراض او ينجحوهم او يرزقوهم خبز وغيرها كان يرى الدكتور علي الوردي انه اتباع المذاهب الاسلاميه بداوا على مر التاريخ يروجون الى عقائدهم وتبشير بمذهبهم فينسبون بعض الاحلام اللي منسوبه للنبي عن اشخاص من اتباعهم ويسموها رؤيا مثلا يحلم بالرسول انه شخص من الناس شاهد الرسول محمد في المنام ويبلغ سلامي الى فلان من الناس او وصل رساله بانه المذهب الفلاني والطائف الفلاني على حق واللي يعاديهم على باطل فيعمد هؤلاء الاتباع عن جهل وعن عدم فكر الى ترويج هذه الاحلام وبثها بين الناس حتى تصبح جدا لا يمكن يعني تكذيبها. ياكد دكتور الوردي ان الايمان بالاوهام والاحلام هو احد الجوامع اللي تجمع المذاهب الاسلاميه بالكامل ويقول ان الطوائف الاسلاميه اصبحت في العهود الاخيره متشابهه من حيث النمط الفكري الذي يسيطر على عقول افرادها انهم يختلفون في الاشخاص فقط الذين يقدسوهم اللي يقدسهم فريق منهم دون فريق ولكنهم كلهم في الاتجاه العقلي على وتيره واحده انما هم كالغربان يقول بعضهم لبعض غراب وجهك اسود دون ان يدري هو ايضا وجهه اسود. يتحدث ايضا الدكتور على الوردي عن الاحلام النبويه باسهاب كثير وعن القران الكريم وهي سببها الرؤى اللي موجوده بالقران الكريم اللي تتحدث عن نبي الله ابراهيم عندما حلم انه يذبح ابنه اسماعيل او ما جرى للنبي يوسف في مصر من تفسيره الرائع او العجيب لهذه الرؤى اللي كان يروها الناس وكذلك كثير من المفسرين اتخذوا هاي الايات دليل على صدق هاي الرؤيه، والحقيقه كتاب ابن سيرين معروف موجود بالاسواق اللي تقريبا لا يوجد احد لم يقراه، وانا لو عندي صلاحيه هذا الكتاب يعني حتى امنع طباعته وتداوله، لانه كتاب جدا يسيء الى الناس ويسيء الى عقليتهم. يتطرق الدكتور الوردي الى راي ابن خلدون. فيذكر ابن خلدون ان الانسان اي انسان اذا اعد نفسه اعداد نفسي قبل النوم في سبيل فكره معينه في دماغه في عقله فانه سوف يرى تلك الفتره في منامه ويستفاد منها. ففي نظر ابن خلدون انه كل طريقه يستعد بها الانسان استعداد نفسي هي وافيه بالغرض ولا فرق بينها وبين الصلاه او الطلاسم او اي شيء اخر. يتحدث بالقسم الثاني عن آراء حديثة حول الأحلام يسلط بهذا القسم الضوء على النظريات الحديثة اللي فسرت الأحلام ومن أهمها نظرية الحافز النفسي اللي إجا بها فرويد واللي يقول بها أن الأحلام عبارة عن تحقيق مقنع للرغبات المكبوتة أو الضغوطات فرويد اعتمد نظريته هاي على المرضى النفسيين اللي كان يعالجهم حسب نظرية فرويد قد يطمح الانسان الى امتلاك اموال في الواقع لكنه يعجز عن كسب هذه الاموال فيذهب الى الحلم ويحلم انه عنده اموال كثيرة من اجل تحقيق رغبه مكبوتة هذا يبين لك انه الاحلام لا تعد حسب فرويد عن كونها رغبات مكبوتة تعذر تحقيقها في الواقع فتحققت في الاحلام تفسير اخر لادلر تلميذة يرى انه الاحلام ما هي الا تعبير عن الشعور بالنقص اي ان الانسان يسعى في حلمه لتحقيق عقده ارهقته في حياته. فهناك من عنده عقده جنسيه يجدها في الاحلام، هناك من عنده عقده معيشيه يجدها في الاحلام، هناك من عنده وهكذا كل النواقص اللي موجوده بالواقع يتم التخلص من عندها في الاحلام، الاحلام هي تخلص من هذه العقد. حصل لك علي الوردي الاحلام باربعة اصناف سماك اياها احلام النوم وهاي احلام عادية كل الناس يشتركون بها كل الناس يحلمون شتى انواع الاحلام بالتالي لا يوجد فرق بين انسان وانسان الاحلام الثانية سماك احلام اليقظة هذا النوع من عندها اللي الانسان يستطيع ان يوجه الحلم او يحلم كما يريد مجرد ان يعتزل في زاويه معينه ويبدا يتخيل الاشياء اللي يريدها احلام اخرى سماها الاحلام الكيشوتيه نسبه الى دون كيشوت الفارس اللي حارب طواحين الهواء روايه سرفانتس هذا النوع ما يحتاج انه شخص يعتزل الناس فيقوم هذا الانسان بخلق عالم يشتهي عالم يرغبه وبالتالي راح تصبح حياته عباره عن حلم متصل غير منقطع وهذا النوع من الاحلام هو عباره عن ضرب من الجنون لكن صاحبه غير مجنون فقط هو يعيش وسط حلم مستمر والقسم الرابع يسمي أحلام الجنون وهو نوع من الأحلام يلجأ إليها الإنسان عندما تعجز كل الأحلام السابقة عن سد حاجته وهي تدل على أنه صاحب هذا الحلم يأس من الناس وأدرك أنهم لن يقدروا عندئذ راح يلغي جميع الناس ويتخذ لنفسه جو المنائم ويحلم بما يريد القسم الثالث من الكتاب يتحدث به عن العلم وخوارق الاحلام يتناول به الدكتور علي الوردي النبوءات وكيف الاحلام كيف الناس يرون انه هذه الاحلام تصدق في واقعهم فكان يرى الدكتور علي الوردي يجيب على هذا التساؤلات من قصص واقعيه لاشخاص حلموا بامور وتحققت وهذا التفسير انقسموا به الباحثين اصحاب الشان الى قسمين، قسم يرجعوها الى عامل الصدفه والاتفاق لا اكثر ولا اقل. وقسم اخر ذهب الى ان الانسان توجد عنده حاسه خارقه تستطيع اختراق حجب الزمن واستكشاف ما يكمن وراء حوادث مقبله. ويقول علي الوردي انه هذا الفريق الثاني هم اقرب الى النظريه الجبريه. بمعنى ان الانسان مسير في حياته، كل اللي عليه هو راح يرى ما الذي سيحدث واللي انكتب من زمان. يتحدث عن التنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي الدكتور الوردي ويوضح انه العلاقه بين الاحلام وبين التنويم المغناطيسي التشابه والاختلاف، فيذكر انه التنويم يختلف عن الاحلام. فهم يتفقون بانه التنويم والاحلام كلاهما فيهم فقدان للشعور. لكن يختلفون انه المنوم يستطيع ان يجعل النائم ان يحلم بما يريد المنوم يوحي اليه بينما الاحلام لا هي تاتي من تلقاء نفسها بالعكس من ذلك يتحدث عن الاحلام والعبقريه فيوضح الدكتور الوردي العلاقه بين الاحلام وبين العبقريه فيرى انه اي ابداع فني اي ابداع علمي الى صله وطيده بالاحلام فكلما كان الانسان صاحب احلام واسعه وضخمه كلما كان هذا الانسان مبدع في مجاله وضرب على الوردي امثله عده لعلماء وعباقره كانت الاحلام اثر كبير في نجاحهم يذكر قصه لديكارت كيف انه هذا الحلم اللي حلمه ديكارت حلم ثلاثي مزدوج اثر بحياه ديكارت بالكامل هذا ما راح اذكره لكن انا من عندي راح اذكر مجموعه احلام لعباقره يعني تحققت اشوفها يعني شويه اكثر اكثر ادهاش النظريه النسبيه واينشتاين فكره النظريه النسبيه كانت موجوده بذهن اينشتاين عندما راودته على شكل حلم، كيف؟ في احد المرات حلم اينشتاين أن انه اتى الى مزرعه وهاي المزرعة بها مجموعة من الأبقار المتجمعة أمام هذه هي الأبقار المتجمعة سياج مكهرب موصول إلى بطارية هذه البطارية تمنع الأبقار من تجاوز هذا السياج من تجاوز الحقل لكن يبدو أن البطارية كانت فارغة لأن البقرات كانت تمد أعناقها من خلال السياج ولا تتكهرب لا يحدث لها شيء اينشتاين ينظر في الحلم أن المزارع قام بجلب بطاريه جديده اخرى ووضع محلها بطاريه يعني جديده مكان القديمه ثم اوصلها بالسياج فصعقت البقرات وارتمت بعيدا عن السياج في وقت واحد ابتسم اينشتاين متعجب من سرعه رد فعل البقرات اثناء مرور الكهرباء على السياج فقال على صاحب المزرعه والقى عليه التحيه وانشتاين قال له بقراتك رده فعلها ممتازه لانه هي بقراتك قفزت قفزه واحده لكن المزارع اختلف مع انشتاين بهذا الاعجاب وقال له ان الابقار لم تفعل ذلك بل أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تقفز البقرة الأولى ثم قفزت البقرة الثانية ثم قفزت البقرة الثالثة لم يقفزنا دفعة واحدة لكن أينشتاين رآها قفزت دفعة واحدة صدمت. ولذلك هذا كله بالحلم صمت أينشتاين وأكمل طريقة عندما استيقظ أينشتاين هذا الحلم أعطاه فكرة أنه أحد المراقبين قد يرى شيئا ما يحدث فورا بينما شخص اخر او مراقب اخر يرى نفس الحدث يحدث بالتتابع بمعنى انه الفلاح راى البقره الاولى قفزت ثم الثانيه ثم الثالثه بينما اينشتاين راى دفعه واحده هذا راح يكون الاساس للنظريه النسبيه اينشتاين اكتشف بسبب هذا الحلم انه الاحداث كانت تبدو مختلفه حسب المكان اللي تقف به وذلك بسبب الزمن الذي يستغرقه الضوء. يقول اينشتاين ان كل حياته فيما بعد هذا الحلم اعتمدت على الاسئله المستوحاه من حلم الابقار المكهرمه. عالم اخر زميل اينشتاين نيزبور إحدى الليالي حلم انه يحلم بالذره. فرأى نواة الذرة وتدور الالكترونات حولها كما تدور الكواكب حول حول الشمس. عندما استيقظ نيلز بور شعر بانه هاي الرؤية كانت دقيقة. فذهب إلى المختبر وبالفعل اتضح انه تركيب الذرة كما حركة الكواكب حول الشمس وبالتالي حصل على أعظم إنجاز في عصره. مثال اخر وهذا يذكر علي الوردي الشخص اللي اخترع ماكينه الخياطه هذا الشخص اخترع مدينه ماكينه الخياطه واكملها لكن بقت عنده مشكله واحده اين يضع الخيط بحيث تشتغل اوتوماتيكيا يعني عنده مشكله انه يريد يدخل الخيط في العروه وحتى تتكرر هاي العمليه اوتوماتيكيا بدون ما في كل ساعه يعيد الخيط فنام وحلم بالحلم انه هو في افريقيا وتم القاء القبض عليه وقع اسير في احد البلدان الغريبه وقام هذا الملك ملك البلد اللي ذهب له اعطاه مهله 24 ساعه انه يصنع ماكينه خياطه والا يقتله حاول في هذا الحلم انه يصنع الماكينه لكنه ما استطاع بالتالي راح يتم اعدامه. فاجوا افراد القبيله اللي انهالوا عليه طعنوا بالرماح لكنه لاحظ شيء غريب انه الرمح اللي ب بابره مثقوبه من طرفها. فاكتشف انه ماكينه الخياطه راح تعمل بنجاح اذا كان الثقب موجود في طرف الابره وليس في وسطها. اخر واحد ايضا اذكره حلم لاري هذا لاري بايج حلم بأنه رأى تنزيل وتخزين الإنترنت على شبكة أجهزة الكمبيوتر الفردية، وعندما استيقظ قام ببعض البحث والحسابات الرياضية لمعرفة هل ممكن ذلك، هل ممكن تنزيل وتخزين الإنترنت على أجهزة الحواسيب الفردية؟ الحلم هذا اللي رأى أعطاه. فكرة إنشاء موقع الكتروني لتجميع جميع الروابط الخاصة وصفحات الويب في جميع أنحاء العالم والبحث فيها. فأمسك ورقة وقلم على الفور فور استيقاظه وكتب الشيء اللي أصبح الخوارزمية اللي تم استخدامها لمحرك البحث محرك بحث جديد راح يكون اسمه جوجل. هاي أمثلة عن أحلام فعلا تحققت وأصبحت مفيدة للبشرية. لها تفسير التفسير هو انه توصلت مجموعه من الدراسات النفسيه الى انه الابداع الفني عند الفنان ياتي في الغالب من حلم اليقظه اي هو عمليه لا شعوريه مننا راح نشوف الابداع ليس نابع من العقل الواعي ابدا بل مرجعه يكون في الغالب العقل الباطن اللا شعور فالعقل الواعي عندما يكون الإنسان مستيقظ العقل ذو طبيعة تحليلية يتمكن من البحث والتقصي لكنه ضعيف في الابتكار بخلاف العقل اللاواعي العقل الباطن اللي يكون منبع للإبداع وهذا هو اللي يفسر الفرق بين الـ 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 الشخص العدة قابلية للحفظ اللي يجد عجز بالفهم والإبداع أما الأذكياء الملهمون اللي يفهمون الأفكار وينسونها راح يكونون اقدر على حل المشكلات وراح يكونون ابرع في ايجاد الأجو... في ايجاد الاجوبه فبالتالي انه الاحلام باعتبارها تشتغل في لا شعور الانسان وليس في العقل الظاهري يمكنها ان تكون مجال وملجا للابداع لاقتناص الافكار والنظريات والانسان اللي يحلم كثيرا ليس غبي ولا مجنون بل ربما قد تكون احلامه تؤدي إلى إنجاز عظيم يخلده بالتاريخ، شكراً لكم، الحلقة القادمة عن كتاب أسطورة الأدب الرفيع، شكراً